يعني على الرغم من أنه داعش هو اللي أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم في موسكو، لا يزال هناك تشكيك كبير في الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات، لأي أسباب؟ تحياتي لكم للساده المشاهدين. اعتقد بكل تاكيد يعني حتى راينا تصريحات ماريا زاخاروف مسؤوله وزاره الخارجيه الروسيه التي قالت بان حتى الان التحقيقات جاريه بما يخص هذا الهجوم، ويمكن ان يكون هناك تورط اوكراني في هذا الهجوم الارهابي على العاصمه الروسيه موسكو الذي اوقع 137 قتيلا حتى الان وفق وكاله تاس الروسيه. وواضح ان الهدف الاساسي لهذا الهجوم الارهابي في كروكورس هول هو محاوله لاستهداف الامن القومي الروسي ومحاوله لزعزعه استقرار روسيا. واضح ان ملابسات هذا الهجوم الارهابي حتى الان هناك تحقيقات، تم ارسال المتهمين الاربعه الى محكمه باسماني في العاصمه الروسيه موسكو للتحقيق معهم. واضح ان تنظيم ما يسمى بالدوله الاسلاميه ولايه خراسان هو الذي أخذ عاتق هذا الهجوم الإرهابي على العاصمة الروسية موسكو. من المعروف بأن يعني تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان أسس عام 2015 عندما بايع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والآن هو يبدأ بهذه الهجمات الإرهابية. في الأساس يعني الهجمات الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان كانت تتمركز في باكستان وأفغانستان، ولكن واضح أنه توسع في العمليات الإرهابية حتى يأخذ عاتق أن يستهدف العاصمة الروسية موسكو. وفي هذا التوقيت يعني بعد أسبوع من الانتخابات الرئاسية في روسيا. نعم. وعلى ما يبدو في أيضا مصادر تحدثت على أنه هذا التنظيم كان أيضا يحضر لهجمات حتى قبل الانتخابات بأيام للتأثير أو لربما لإلغائها. لكن سيد ديمتري، سأعود للحديث عن تنظيم داعش والمخاوف منه في الداخل الروسي، لكن لفتني أن الرئيس بوتين لم يذكر داعش في خطابه الأخير. هو تحدث عن معاقبة المسؤولين عن هذا الهجوم، أشار بأصابع الاتهام إلى أوكرانيا بالقول أنه تم إيقاف هؤلاء وهم في طريقهم إلى أوكرانيا، وبالتالي يعني نتساءل لماذا أيضا؟ هل يتم اليوم الاستثمار بهذه التطورات؟ هل تستغل التطورات لنقل المعركة في أوكرانيا إلى مكان ومستوى آخر؟ يعني دعنا نتابع. عندما بدأ هذا الهجوم الإرهابي في مساء يوم الخميس، في مساء يوم الجمعة، واضح أن يعني كان هناك اتهامات لأوكرانيا بدأت من بعض السناتور روسي وأيضا من بعض السياسيين الروس للطرف الأوكراني بأن الطرف الأوكراني هو الذي يقف خلف هذا الهجوم. وفي وقت يعني هذا الهجوم الإرهابي كان هناك استهداف لمقاطعة بلغراد الروسية من المسيرات، استهداف ل يعني مناطق مختلفة. فواضح أن يعني هناك حتى الآن اتهامات مباشرة للطرف الأوكراني، ولكن التحقيقات لم تعطي نتيجة. يعني لا، هناك اتهامات على المستوى السياسي، ولكن على مستوى التحقيق وعلى مستوى إثبات وجود أي أدلة بأن الطرف الأوكراني هو الذي يقف خلف هذا الهجوم لا يوجد هناك حتى الآن أي أدلة تم يعني حديث عنها في وسائل الإعلام الروسية أو قبل الحكومة الروسية. فواضح أن يعني الآن هناك حديث فقط واحد، أن الطرف الأوكراني فتح منفذ أو يعني مخرج للإرهابيين لدخول الأراضي الأوكرانية عبر الحدود الروسية الأوكرانية. هذا ما تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لم يتأكد الأمر حتى الساعة، صحيح سيد ديمتري؟ هناك كانت تأكيدات بأنه سيارة الإرهابيين حاولوا يعني التخرب من الحدود الروسية الأوكرانية وتم القبض عليهم. يعني هم ذهبوا ما يقارب 300 كيلومتر من العاصمة الروسية موسكو، ومن يعني من ريف موسكو إلى قرب الحدود الروسية الأوكرانية. ولكن كثير من التساؤلات حتى الآن موجودة حتى في الداخل الروسي، لا نعرف كيف يعني من كان يقف خلف هذا الهجوم الإرهابي. بطبيعة الحال التحقيق سيتواصل، هذا ما نعرفه حتى الساعة، حتى أنه فرق البحث الجنائي تواصل حتى هذه الساعة التعرف على هويات الضحايا، وسننتظر إن كانت ستحمل هذه التحقيقات أي مفاجآت أو أي تغيير في خيارات
موسكو بالنسبة لهذه الحرب القائمة في أوكرانيا. لكن سيد ديمتري، بالعودة إلى حديثنا عن هذا التنظيم، وهذه مسألة مهمة في هذه المرحلة، وبالتساؤل عن توقيت هذه الهجمات، كان في تحليل بصحيفة التلغراف بشأن هذا الهجوم ملفت جدا، يقول أنه يأتي هذا التطور ليذكر موسكو بأنه، والعالم حتى ليس فقط موسكو، بأنه تنظيم الدولة أو تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا كبيرا، وبأنه الأجهزة الأمنية الروسية المنشغلة اليوم بالحرب في أوكرانيا يمكن أهملت هذا الخطر اللي بيشكله التنظيم. شو رأيك في ذلك؟ بكل تأكيد تنظيم الدولة الإسلامية تمدد في كل أنحاء العالم، يعني هو لديه تأثير ليس فقط الآن في روسيا بل أيضا في دول الاتحاد الأوروبي. هم يحاولون الآن إعادة بناء هيكليتهم، ولا ننسى بأن هناك عدد كبير من السجناء التنظيم في سوريا والعراق، هناك عائلات سجناء، عائلات يعني مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية موجودون في العراق، هناك حتى الآن مشكلة حتى للحكومة العراقية بسبب وجود عائلات تنظيم أو زوجات يعني مقاتلي تنظيم الدولة أو داعش. فواضح أن الملف الأمني هو مرتبط ليس فقط في روسيا بل أيضا بمنطقة الشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى، حيث أن نشاط يعني تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان أو ISIS-K هو ازداد في الأشهر القليلة الماضية وازداد نشاطه. هم يحاولون الآن إعادة بناء أو بناء جيل جديد من الجهاديين في آسيا الوسطى. لا ننسى بأن يعني الإرهابيون حاولوا يعني التلاعب بالتحقيق، يعني في الفيديو الذي نشر من قبل وكالة الأعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية واضح أنهم ذو إيديولوجية إرهابية داعمة لتنظيم داعش، ولكن في التحقيق قالوا بأن التحفيظ كان هو تحفيظ مالي ما يقارب 1 مليون روبل، ويعني كان يجب أن يتم إعطائهم، وبأن هم حصلوا على المعلومات من شخصيات من أحدهم على تيليجرام، وهم الذي بلغهم ب يعني مكان هذا الهجوم الإرهابي وأعطى لهم الأسلحة. إن تأكدت كل هذه المعلومات، هذا يعني أنه من خلال هذا التطور أو من خلال هذه العملية في الداخل الروسي وتحديدا في العاصمة موسكو، الأجهزة الأمنية الروسية قد أخفقت، وهذا ما أيضا قرأناه في أكثر من مصدر خلال الساعات الماضية. يعني عندما حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية روسيا بإمكانية حصول هجوم إرهابي في الداخل الروسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنكر ذلك، تحدث بأن الغرب يحاول التدخل في الشؤون السياسية الداخلية الروسية، بأنه يحاول التلاعب بالانتخابات الرئاسية في روسيا، تلاعب في الوضع الداخلي. وحتى رأينا من أيضا من عدد شخصيات سياسية روسية نفس يعني التصريح الذي صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء بما يخص الأمن الداخلي الروسي. فواضح أن يعني كان هناك عدم تجهيز لأي هجوم إرهابي محتمل في الداخل الروسي، لم يكن هناك قوات للأمن أو الشرطة جاهزين ل يعني هذا السيناريو في قرب هذا المركز. فواضح أن الإرهابيون استفادوا من الوضع الأمني الهش في المنطقة وهاجموا بسهولة، ولا ننسى بأن ما يقارب 6000 شخص كانوا موجودون في يعني هذه المناسبة، وهو عدد كبير من الناس، وأيضا بدأوا بحرق يعني بمحاولة لحرق المبنى، فهذا الشيء أيضا كان هناك في المبنى خلل في نظام إطفاء الحرائق وفق المعلومات والمؤشرات. فيعني وكان ليس من السهل خروج عدد كبير من الناس من المبنى، يعني هو ليس فقط اخفاق امني ولكن هو ان لم يكن هناك جاهزيه لهذا الهجوم الارهابي، هو كان مفاجئ في وقت لم تكن قوات الامن الروسيه مستعدين لهذا الهجوم الارهابي. الرئيس بوتين تعهد بمعاقبه كل المسؤولين سيد ديمتري عن هذا الهجوم، لكن يبقى التساؤل، هل يمكن التنبؤ اليوم بكيفيه رد الرئيس بوتين على هذا الهجوم؟ يعني البعض يتوقع خطوة كبيرة من قبله في هذه المرحلة بالذات، حدودا خصوصا تأتي بعد يعني الانتخابات الأخيرة في البلاد. أعتقد بكل تأكيد الرد سوف يكون حاسم، كما حدث في يعني الهجوم الإرهابي في عام 2002 عندما كانت أيضا هناك جماعات إرهابية متعلقة بالانفصاليين في الشيشان، أخذ رهان في المسرح في دوبروفكا. فيعني كثير من المواطنين الروسيين يتذكرون هذه الأحداث عام 2004، أيضا في مدرسة بيسلان
وواضح أن الآن الرد الحاسم سوف يكون من الحكومة الروسية، سوف يتم ملاحقة كل إرهابي موجود في داخل الأراضي الروسية، سوف يتم تجديد قوانين الهجرة في الداخل الروسي، سوف يتم ملاحقة كل من هو مرتبط بأي منظمات إرهابية، إن كانت تنظيم الدولة الإسلامية أو غيرها من المنظمات الإرهابية التي يعني الآن تحاول أن تتلاعب بالوضع في الداخل الروسي وتزيد من الأوتار القومية. ويعني هذا الشيء هو واضح أن هناك محاولة الآن لزعزعة استقرار روسيا وزعزعة الوضع في الداخل الروسي. سنعود لمناقشة تداعيات هذا الهجوم أيضا على الحرب الدائرة في أوكرانيا في ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار. شكرا للسيد ديمتري بريجا، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، على المشاركة معنا الليلة من موسكو.